أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التقدم على الجنازة إذا كانت محمولة على الإسعاف والناس في السيارات؟ يكون المشاة أمامها والركبان خلفها على سيارات أو على غير سيارات، السيارات تكون خلفها لأنهم ركبان، نعم، وتكون السيارة اللي فيها الجنازة هي المقدمة، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا معنى اتباع الجنائز، اتباع الجنائز أنك تكون خلفها، نعم.